صديق عزوز أحمر، حباكم مرة تانية في فقرة أطياف. فقرة أطياف زي ما عودناكم مع أستاذة عفاف إبراهيم. مرحبا بك أستاذة عفاف. الليلة تحية مختلفة، تحية لمشاهدي قوس قزح، تحية محفوفة بالرحمة وصلة الرحم والحنية اللي احنا مفتقدينها. وده موضوعنا الليلة، صلة الرحم ما بين الواجب وصلة الرحم العامل الدين الأساسي. هنتكلم عن الموضوع ده مبدئيا كده. هنتكلم عن انه صلة الرحم في الوقت الحالي اختلفت من صلة الرحم في وقت أجدادنا وأبهاتنا. دايما نعرف العناصر الأساسية اللي خلت الاختلاف ده يحصل. احنا عايزين نتكلم عن انها هي صلة الرحم دي هي عادة اجتماعية ولا نعم. واجب ديني؟ اصلا ما في نقاش في انها واجب ديني، ورحمة الله سبحانه وتعالى لتأصيل، ولها مفاهيم ولها قيم، واصلا ما اوجبت لعبث يعني. اذا جينا نقارن ما بين الزمن الفات والزمن الحالي، خلينا نقول ان احنا زمان كنا حميميين في الاسرة الممتدة، هسي كل زول عايز يتزوج عايز يقتلع نفسه من بيت اسرته ويمشي يعمل له اسرة براها. وطبعا التحجج بانه في الاستهلاك النفسي والاستهلاك الاقتصادي، وانه بقت في مشاغل، وانه اصلا بقينا نختصر الزمن ونختصر الحاجات كلها في انه نحن نعمل نقاط بقت لحياتنا ولصله الرحم بتاعتنا. وانه نود اغاربنا، خلينا نقول الناس الحميميين المقربين، انفصال الاسره الممتده وكل زول بقى عمل له بيت براه. زمان الاسره الممتده ما بين نفاج احنا بنمشي، الخالات بنات العمه بنات الاخوات لازم الفطور مع بعض، كل زول بيجي يشيل الطبق بتاعه او خلينا نقول كوريتو صحنه ويجي والخير فيما يعم يعني، بيخطوا صينيتهم دي وبياكلوا وبيشربوا. في تجمعات اجتماعيه ومتجمعات بتاعت المناسبات حاليا احنا بنستشفها في الوضع الحالي، اللي هم عواس الابري. زمان عواس الابري دي موضوع قعده واللقيمات، ويجوا الحبوبات والخالات ويعلموا البنات الصغار. احنا تعلمنا عواس الابري في اللمات زي دي، اسا ما بتذكر شفتها ثاني 200 دي كل الملمات، بالاضافه لانه قد يكون في زواج في البيت الكبير، يتلموا الناس ويعملوا الريحه ويقعدوا ويعملوا اهم شيء الكشف. الكشف ده احنا هسه بقينا نفتقده شديد. الكشف ده ممكن تاخذ فيه من جنيه الى 1000 كل زول على حسب مقدرته. بيكون فيه البيكا مثلا، حتى الزواج ده ذاته بيبقى في الصالات طبعا، خلينا ده في الصالات ده موضوع هسه بيبقى براو. حتى المناسبات بتاعت العزاء وكده يعني الناس البيكا ده ممكن يكونوا الاربع يوم الخمسه يوم الاوائل ما في زول بيقوم يشد له حله، الاكل بيجي من الحله ومن الجيران ومن الحلال المجاوره، وحتى ناس البيض يكونوا ما واعيين منو اللي بيصرف. بعدك حتى الناس يجي يقعدوا يحصروا منو الصرف ومنو الخته، يجنبوا ياي يلموا فيها. حتى الحاجات اللي بتجي بالنسبه للمناسبه دي صله رحم، دي صله رحم عظيم احنا ما قاعدين ننتبه لها. حتى الاغارب وزياراتهم واعاده المريض في المستشفيات، والناس بتجيب البساط يعني هسه كل الحاجات دي بدت شنو؟ ما حنقول تتلاشى تماما عشان ما نرهب دواخلنا ونزعل عليها، حنقول انها بدت يكون فيها قله يعني بقت تكون قليله. طيب الناس كلها بقت تتحجج بشنو؟ والله الظروف بقت ما مساعدانا، وخلينا الظروف الاقتصاديه، حتى انا لما اخلص حاجات ولدي في البيت وما اعرف شنو اطلع الزمن ما بيكفيني. فبدات الناس تنتهج مناهج اخرى، وساعدت التقدم التكنولوجي في ذلك. كثير انه احنا قاعدين نلوم نفسنا وبنلوم الاخرين، وبنعمل تندر في المناسبات وفي الاعياد، انه الرساله ممكن تجي لايمان، تجي لعفاف، تجي لاي زول، رساله من شخص واحد. وانا ذاتي بدل ما اكلم مشاعري واوجه مشاعري بلغه بتاعتي انا واحرف تخصني انا، بس بنقول الرساله رسالتها لايمان وبعمل لها بيست كوبي وبرسلها ل 20 30. حتى الرساله بقت تصل اداه واجب، يعني ما فيها الاحساس الحميمي بتاع صله الرحم المنشود من الله سبحانه وتعالى، اللي هي الرحمن فمن وصلها فقد وصلني ومن قطعها فقد قطعني. احنا ما منتبهين للقيمه الدينيه وما منتبهين للقيمه الاجتماعيه من التاصيل والاجتماعي والتكاتف اللي احنا بننشده، ناسين تماما نوائب الدهر والظروف اللي بتخلينا احنا نلجا للاخرين. هي صله الرحم دي شنو؟ هي تكافل اجتماعي واقتصادي ونفسي. احنا لا يعني ننفصل عن التواصل النفسي، انه انت بتحتاج لونيس وبتحتاج للمة وبتحتاج لزول تفضفض له وبتحتاج لزول يقف معاك في سمحك قبل شينك. يعني احنا كل الحاجات دي احنا ما منتبهين لها، فبالتالي ما قاعدين نلاحظ صله الرحم من حيث انها قيمه اجتماعيه ما عاده اجتماعيه. الناس بقت تتعامل على السنة عاده اجتماعيه، انه انا قدرت عملت ما قدرت عملت، والله انا ظروفي ما بتسمح لي. لكن هسه نتكلم بمنطقيه، هسه البيت بقت الام شغاله والابو شغال وكل الناس البيت بيكونوا شغالين، والدوام بقى حد الساعه 5. لا 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 يا ايمان عليك الله بعد اذنك، اصلا ما حنجد لاي زول عذر عشان احنا حنساعد
في انه احنا نجد لهم العذر. احنا ما عندنا انا قصدي زمان كان بس الوالد اللي بيكون شغال وناس البيت بيكونوا قاعدين قادرين على التواصل الاخرين نرتب امورنا ونرتب ظروفنا لانه الانسان ما يقدر يعيش برا وما ممكن اعيش من دوامي للبيت وبس في محيط اولادي. انا بحتاج انا صحتي ما دايمه لي ظروفي ما دايمه لي انا بحتاج للناس وبحتاج لامي وبحتاج لاخواتي وخالاتي بحتاج للكلمه الطيبه وبحتاج للونس الغير مغننه. بعض مرات انت بتمشي لين ديل ذاتهم بكون ما عندهم ليك زمن ليكون عندهم لي زمن انا الزمهم انا الزمهم انه يكون عندهم لي زمن. احنا اسره كبيره كذا واخوات في بعضينا وبنات خالات وبنات عمات خلينا لازم يطلع مننا زول واعي وكبير الاسره اللي احنا مفتقدينه يا ايمان. زمان كبير الاسره بقول كلمته وزمان في الكبير اللي بيذبح الخروف وبينادي الناس يفطروا تعالوا افطروا ما شرط تقيلي معي يا ايمان وتجيبي شنطتك وتخطي تحت السرير وتقعدي معي تعالوا انتوا اقعدوا معي 10 دقائق خلوني اقعد معاكم. يوم الجمعه في الاعياد في المناسبات في اي حاجه صله الرحم ما عايزينها تكون مرتبطه بزمن محدد. يعني في ناس بتسالموا بالايادي الباردة في الأعياد والعفو والعافية والموضوع انتهى بغض النظر عن أنه يكون في التواصل الثاني اللي إحنا بننشده. في ناس ما بتسمعي بيهم وما بتشوفي رسالتهم إلا يوم العيد أو أسيج رمضان أو اليوم في رمضان يبرق برسالة وينقطع الثاني أصلا ما بتلقاه. يعني التواصل بقى في الرسائل أيوة وحتى الرسائل بقت ما رسائل من الأعماق ما رسائل حقتك رسالة عامة رسالة عامة أنت شايلة من النت من الفيس من أصحابك من الجروبات بتاعت الواتساب. انت لو لاحظي لنفسك انه لما تجي المناسبات كل الرسائل قد تكون نفس الرسالة نفس الرسالة انت ذاتك بتكسلي انك انت تكتبي حاجة تخصك انت لزول هو بالنسبة لك بيعزيه لا بس طوالي بس كوبي ويلا بتعملها لي 10 20 وكلهم مضافين مضافين عندك ودي مشكلة. فنحن عايزين نلفت النظر وما دارين نجد الاعذار للناس عشان احنا كمان ما نساهم في انه نقنم نقطع في اواصر صلة الرحم. ده حقوق مجتمعي على فكرة ما حقوق يخص الوالدين والابناء وبقت تعمل كذا. ممكن الواحد ما يمشي يزور ابوه ويكون قريب له وساكن بقت في الاقربين كمان بقت في الاقربين دي مشكلة. فخلينا احنا نعممها احنا لو عممناها فبنحسس الناس الاقربين. خلينا نقول ان هي حقوق مجتمعي عام بدا يتلاشى يعني الحميمية والتواصل الاجتماعي والتواصل الرحمي بقى يتلاشى. احنا زمان عندنا عادات يعني انا قد اكون ما معاها بظرفي الخاص اللي هو بنمشي مثلا يوم البكا زي ما بقول بنعصر الفراش ونمشي يوم الثالثة ويمشي يوم السابعة ويمشي يوم الاربعين 15 وكل الحاجات دي وما بمشي سايب بمشي وانا شايل عمودي معي ونجتمع والليله لازم نتلاقى عند فلانه والمره الحابسه دي نحصر معاها الفراش احنا للنهايه بنحبس معاها بمفهومنا انه لو ما فطرنا معاها الليله بنتغدى معاها بكره. خلينا نقول انه للظروف الحاصله لنا وللرهق بتاع العمل وكذا انه احنا ما بنقدر ما بنقدر نمشي. لكن انا ما معاها على فكره انا ضد انه ال 15 وال 7 وال 10 والكلام ده لكن كمان ما بيمنع اني انا لازم الزوله دي هي قاعده ان انا امشي وأواصلها وأخفف على مصابة وخلينا أتغدى معاها وأشيل معي غدا وأشيل معي فطوري ونمشي نتلم ونمشي معاها الشاي والكلام زي الحلول مثلا بقى ما في ترابط أسري الحلول شنو من الكبير تي ولا الاقتراحات تي من الأخوان ولا يعمل يوم في الأسبوع أو يتلاقوا كل شهر الحلول بتكون في شكل شنو يعني دي ما دايرة حلول دي دايرة فرض وأمر رباني ده كلام لا قلته أنا لا قلتيه وإنتي ده أمر جاء من الله سبحانه وتعالى تتكلم فيه كل الوسائل وكل المجتمعات يا ناس أوعوا واصحوا صلة الرحم دي هي الحياة فيها يعني فيها قيم فيها قيم وفيها فوائد وفيها تعظيم لقيمة إحنا مفتقدينها. لو إحنا لقينا إنه الناس حاذوا عن الطريق الصح ولقينا الناس إنه بيجوا جافين وما عايزين يصلوا الرحم يطلع زول لأن إحنا دارين الكبير الزمان بس بيقول الكلام يا جماعة إحنا يوم الجمعة لازم نمشي ناس أمي إحنا يوم الجمعة لازم بكبيرنا بصغيرنا أسي حتى لو إحنا مشينا أولادنا ما بيمشوا كل واحد عنده ما عارف يمشي يمشي زول الكبير لا أنا لازم ألزمه وأذكر ولدي خليه يضرب تلفون لأمي ويضرب تلفون لجده ويضرب تلفون لعمته ويبرهم ويمشي لهم ويسأل عنهم والسؤال يكون بالعطاء. إحنا حتى لو افتقدنا السؤال بالكلام وبالونس وبالحميمية وبالحنية وبالدفء الأسري اللي إحنا محتاجين له إحنا عندنا ناس في أسرنا محتاجين. للعطاء خلي العطاء للأغربين رحمة وصدقة ونعمة ويميت في الأثر ويزيد الرزق ويطول العمر ويعمل حاجات كثيرة والأقربون أولى بالمعروف العطاء ده ذاته إحنا محتاجين له زي ما بقولوا شجرة الدليب اللي بتضلل غادي خلينا إحنا نكون بنضلل على أسرتنا من ناحية الحنية والقيمة والرحم ونبعد عننا كل الآثار السلبية اللي قد تبعد وتنأب عواطفنا الاجتماعية وبتخلينا إحنا جافين ومفتقدين للتواصل المجتمع اللي إحنا بننشده في أسرنا الصغيرة قبل
مجتمعات. طيب بصراحة لو بقى ما في زمن وحاولنا كثير، لكن رأيك شنو في التواصل بالتليفون؟ يعني كيف يا عمتي الليلة كيف أنت؟ يعني ده أقل أضعف الإيمان. لا في وضيري ده أصلا ما في كلام يعني. لكن بالتليفون يا إيمان، بالتليفون ما الرسالة البيست كوبي وكلنا نحن نشوفها وتصلك. وأنا بعد مرات من نفر واحد بيكون ذاته كرر لي الرسالة ما واعي لي نفسه. بيكون كرر نفس رسالة الجمعة اللي بيقول ليك ما واعي لي نفسه. تستفزك الحركة دي وشديد طبعا. أنت لدرجة إنه تقول له عيني ترسلت عليها المرة اللي فاتت، فأنت بتحسي إنه ما في تواصل عاطفي من جوا، بس واجب واجب نادي الواجب ديه وبقت اي عاده. ما انا قلت لك في بدايه الكلام ان هي عاده اجتماعيه ولا حكم رباني. لو ثبتناها انها حكم رباني ما فيها نقاش، يفترض انه نعمل كل الوسائل الايجابيه انه ندعمها ونحافظ عليها بقوه ونأصلها ونوصلها لكل المجتمعات ونخلي ابنائنا انه ينتبهوا انه احنا عايزين شنو، فبالتالي ما حنحتاج انه نتكلم عنها كعاده مجتمعيه. بالضبط كده، والله وضحت لنا نقاط مهمه وحكايه انها هي حاجه دينيه ما اجتماعيه ولا شكل اجتماعي، دي لازم ننتبه لها شديد يعني. فعلا يا استاذ عفاف، احنا الليله تكلمنا عن صله الارحام، ده كان موضوعنا الليله في فقره اطياف. نشكرك شديد على الفقرة وحمستينا والله إنه إحنا نرجع نصلح الأخطاء، نخلي الرسائل البستيكوبي، نخلي بس الرسائل البستيكوبي دي. مشاهدي قوس قزح، خليكم معنا، فقراتنا لسه مستمرة بعد الفاصل.